لو الحكاية فيها إن فيتو رأيك في قرار سيادة المستشار بانسحابهم أو عدم خوضه للرئيس؟ أقول يعني كان كل واحد كان بيتمنى إن مرتضى منصور ينزل عشان يبقى فيه سخونة أكتر في الانتخابات وفي منافسة أكتر، لكن زي ما أنتم عارفين كان هو يعني احنا نزلنا آخر أسبوع لأن كان عندنا انتخابات نادي الزمالك، فأعتقد إن احنا نزلنا متأخر بجانب إن احنا نزلنا انتخابات نادي الزمالك، فالناس اختارتك وما ينفعش الناس بعد ما تختارنا تحط ثقتها فينا بعديها بأسبوع نقول لهم أصل احنا رايحين انتخابات رئاسة الجمهورية أيا كان النتيجة الفوز أو الهزيمة، فيمكن مجلس الإدارة اجتمع بتاع نادي الزمالك وطلب الاستاذ مرتضى ان هو يتفرغ للنادي لان زي ما حضرتك عارف النادي عباره عن خرابه، فكان نادي الزمالك محتاج شغل كتير ومحتاج ان هو يبقى في مكانته الطبيعيه مش في المكان اللي هو فيها دلوقتي، فربنا يقدرنا وزهقنا كنا بنشارك في جزء ان احنا نصلح نادي الزمالك، فبعتبر نادي الزمالك ده جزء من مصر ونصلح نادي الزمالك، ولو كل واحد في مكانه وصلح مكانه البلد هتتغير وهتبقى افضل، لكن لو كل واحد يعني انت عارفه فكره ان الناس لازم كل واحد يركز في مكانه، اعتقد ان الاستاذ مرتضى بيركز في الزمالك وده افضل للزمالك وافضل للبلد حتى. طب رايك في الاحداث بقى الساخنه اللي بتدور بين باسم يوسف وسامه وسياده المستشار؟ لا انا بالنسبه لي عادي، يعني شايف ان هو ياخد اجراءات قانونيه ولا ما ينفع ما انا لو منه ما اخدش حاجه خالص، يعني الموضوع صغير يعني سواء كان باسم او بنت وثلاثه الموضوع صغير يعني المفروض نكبر دماغنا عن كده. اعلاميين ما ينفعوش اللي بيحصل ده، يعني هم مش يعني لا يطلق عليهم اعلاميين، يعني ما الاعلاميين انا طول عمري بسمع انهم معين من الاعلاميين مش هنوصل للمرحله دي، فما ما يعني لا يعني لا تعليق وهو المفروض ما يعلقش بيني وبينك. يعني طب كلمه بقى لسياده المشير في خوض الانتخابات الرئاسيه. لا يعني انا سياده المشير اولا انا هوريكي ممكن اوريكي حاجه على الفيسبوك، انا حاطط صورته قبل 30/6 بست اشهر. يعني حضرتك على المستوى الشخصي بتأيد سياده؟ حاطط صورته على الفيسبوك وكاتب كده حامي الدوله المدنيه مش عارف ايه، يعني انا بعمل دايما اللي عليا مش مني حاجه خالص ولا يفرق معايا اي حاجه، انا عايز بس البلد دي تتغير عشان خاطر انا ليا اولاد عايزهم يعيشوا في بلد نظيفه. فاهم البلد ما نطفتش من 25 يناير، هي سائت يعني 25 يناير زي بعد 25 يناير، فاعتقد ان انا مش عايز كمان بعد 30/6 تبقى نفس الموضوع. فانا بقول لسياده المشير انا هأيدك ان شاء الله لانك بني ادم، انا شايف فيك ان انت هتغير البلد دي، بس مش بأيدك عشان انت اله، وبطلب من شعب مصر ما يصنعش اله تاني. مش تاني بقى معنى اله تاني، يعني انت شايف ان مبارك او اللي قبله كان الالف حاكم لمصر كانوا اله خلاص، واحنا اللي عملناهم اله، فان شاء الله سياده المشير ما يتغيرش لان انا واثق فيه ان هو راجل محترم ويعني سنه صغير لسه فايق وعارف متغيرات العصر الحديث. حضرتك رايك ايه في حمدين صبري؟ راجل برضه محترم وده حق، احنا مش هنحكم على الناس ان هي تنزل انتخابات او ما تنزلش، ينزل ويقول برنامجه والناس تختار. طب بالكلام اللي بيتقال عن ان هو الاخوان بيدعموه، حتى لو الاخوان بيدعموا الاخوان دول مصريين يدعموا اللي يدعموه ما يدعموش ما يدعموش، اختلافنا مع الاخوان هو ان هم عايزين يقتلوا وبيفجروا، لكن لو الاخوان بطلوا يقتلوا ويفجروا احنا سياسه انت ما تقدريش تعاقبي وتعممي على كل حاجه، زي انا ضد فكره الفلول العسكر الصبار الاخوان كل دول، العسكر فيهم ناس مش كويسه وفيهم ناس كويسه، الفلول فيهم ناس كويسه وفيهم ناس مش كويسه، الصبار فيهم ناس كويسه وفيهم ناس مش كويسه، الاخوان فيهم ناس كويسه وفيهم ناس مش كويسه، انت المفروض القانون بيتطبق على الشخص اللي يغلط في دول كلهم يتطبق عليه القانون خلاص، رغم اختلافي مع كلمه عسكر. معلش انا اسف اخر سؤال وهمشي. عسكر لما يبقى محتل اجنبي اخر سؤال انا همشي. حضرتك شايف ان اللي بيعمله باسم او سامة المصري بيأثر على اسره سياده المستشار واسرته؟ والله ما بيأثر يعني انا بالنسبه لي الموضوع عادي، يعني ما وبعدين ما تربطيش الاثنين لان في اختلاف بين الاثنين.
طيب ايه الاختلاف ايه طيب؟ طب معلش ممكن اختلاف ايه؟ بعيد عن الباب بس يا جماعه، بعيد عن الباب بس. اختلاف ايه؟ ثواني يا جماعه، اختلاف ايه حضرتك؟ يعني بس يلبس بدله شيك يا ورايا في